بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الفصل السابق على جملة الـ SQL، وتعرفنا كيف نجذب البيانات من جدول، وكيف نجذب الأعمدة، وكيف نتعرف على الكونكاتينيشن، وتعرفنا أيضا على ترتيب أن ترتيب الأعمدة لا يؤثر على اللي هو جملة السيلكت. في هذا الفصل إن شاء الله سنتعرف على كيفية استرجاع البيانات، ولكن بشروط معينة وترتيبها أيضا. إذا من أهداف الفصل تحديد صفوف، إذا نحن بنشتغل هنا سيلكشن، في المحاضرة اللي فاتت اشتغلنا بروجكشن، ترتيب الصفوف المرجعة. طبعا هذا بوضح الأهداف اللي موجودة، بقول لك لقد قمنا في الوحدة السابقة بالتعرف إلى جملة الاستعلام البسيطة التي من خلالها تم استرجاع البيانات من الجدول، وفي هذا الفصل لنتابع الحديث عن هذه الجملة بشكل أوسع، حيث سنسترجع البيانات من الجداول بناء على شروط معينة أو مرتبة حسب بيانات الحقول معينة. سندرس الأمور المتعلقة بجملة الشرط في جملة الاسترجاع من حيث المعاملات الشرطية وطريقة التعبير عن الشرط والترتيب التصاعدي والتنازلي وهكذا للبيانات. طبعا لو جينا احنا سألنا سؤال، قلنا بدنا بيانات جميع الموظفين الذين يعملون في الشركة، الذين يعملون في الدائرة رقم 90، كيف بدنا نكتب الكلام هذا؟ فالكلام اللي بدنا نطبقه بيعتمد على صيغة عامة للوير كونديشن اللي هو جملة أو بند الشرط، فأصبحت جملة السيلكت عندنا نضاف لها وير كونديشن، وير معناها شرط معين، والوير زي ما احنا شايفين يأتي بعد الفروم، يعني هات من الجدول ولكن بشرط. إذا تحقق الشرط هذا بيجلب البيانات، غير هيك ما بيرجعش أي بيانات عندنا. نجرب هذا نشوف كيف بدنا نجيب اللي هو بيانات الموظفين رقم 90. طبعا زي ما انت شايف سيلكت اخذ رقم الموظف، لاست نيم اللي هو الاسم العائله للموظف، اخذ الجوب اي دي، بيانات حسب انت ما بترتقي شو محتاج، ديبارتمنت اي دي، فروم امبلوي، لو حطينا نجمه حيجيب بس هذول الثلاث اعمده، ويجيب ايش الصفوف كلهم للاعمده اللي موجوده عندنا، الاربع اعمده اسف، كل الصفوف حتكون موجودة من ضمنهم 90، لكن إحنا بدنا نفلتر البيانات هذه فقط نحصل على الموظفين الذين يعملون في الدائرة رقم 90. طبعا هذا الأوتبوت عندنا، لو إحنا رجعنا للـ SQL وكتبنا select، بدي أكتب نجمة from employees، هذه معناها إنه أجلب كل بيانات الموظفين من أعمدة وصفوف من جدول الموظفين. عملنا رن، هيك جاب كل البيانات زي ما تعلمنا سابقا، لكن هنا ضفنا شيء جديد، قلنا وير. الوير هذا شرط، لو قلت له وير ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت اي دي هو عباره عن حق الموجود في الامبلوي يساوي 90، فانا حجيب لي فقط ثلاثه موظفين اللي هم ستيفن كينج ونينا كوشار وديكس ديهان. تمام، وهذه كل بياناتهم اللي انت محتاجها. لو انت بدك بس اسم الموظف نقوله first name واللاست name، ممكن نجيب ايش الديبارتمنت اي دي عشان نوضح الكلام هذا، وعملنا رن للجملة هذه، فلاحظ انه فقط اللي رجعوا عندي تبعين الدائرة رقم 90، وهذا الكلام اللي هو موجود نفسه هنا. بالنسبة للتعامل مع السلاسل والحروف، سلاسل والحروف والتواريخ يجب وضعها في علامتي تنصيص مفردة اللي هو single quotation. سلاسل الحروف حساسة لحالة الأحرف، والتواريخ حساسة لشكل التاريخ والصيغة التلقائية للتاريخ. إيش يعني تاريخ؟ DD يعني day، ومون يعني اسم الشهر، وRR اللي هو إيه؟ اللي هو القرن اللي أنت فيه، ممكن نحط YY. نشوف هذا الكلام كيف بدنا نجيبه بشكل بسيط. احنا هنا بحثنا برقم، طب لو احنا بدنا نلغي هذه ونقول له where last name equal،
بنحط سنجل كوتيشن كده وقلنا له انك، هجيب لي حدا؟ لا، ما فيش ولا واحد من عائله انك. طب لو حطنا له حرف الكي سمول بالشكل هذا مش هيجيب ولا احد، لكن لو احنا غيرنا الكي كابيتال وعملنا ران فلقينا انه رجع لي موظفين اثنين من عائله كينج، اللي هو اللاست نيم اللي هم كينج. اذا هي حساسه لحاله ايش؟ الاحرف. طيب لو انا بدي اجيب تاريخ، في عندي حقل اسمه هاير ديت، تاريخ التعيين، وعملنا رن هنا فطلع تاريخ التعيين كيف موجود عندي، معناها انه 30/1/2004. طيب لو احنا رحنا حطينا كده وبدنا كل الناس اللي تعينوا هاير ديت ايكوال بالشكل هذا، تحط سنجل كوتيشن، حط 30/01/04 وعملنا ران بتجيب لي واحد، تمام. لكن لو انت عملتش الكلام هذا وغيرت بالاعداد، يعني هذا اللي هو يوم وشهر وسنه، لو حطيت 2004 ما بقدرش يجيب. لا اعرفها هنا، تمام، اعرفها 2004 انه اختصار لانه هذه السنه بالشكل هذا. طبعا هنتعامل معاهم قدام، يعني حنغير عليهم شكل ثاني. واضح هذه النقطه؟ طيب هذا بالنسبه لمين؟ للتاريخ. العمليه المقارنه في عندي يساوي، هذه اكبر، هذه اكبر او يساوي، اقل اقل او يساوي، وهذه لا يساوي. اول مره بتشوفها، لو احنا رحنا كده على هنا حطينا له اكبر من التاريخ هذا، ايش يعني اكبر؟ يعني اللي توظفوا بعد التاريخ هذا وعملنا رن حجيب لي اياهم كلهم. كم واحد عندي توظفوا بعد التاريخ هذا؟ 91 واحد. طيب لو حطينا اصغر قبل التاريخ هذا نشوف كده 15 91، لو بطلع 106، تمام. لو احنا حطينا لا يساوي التاريخ هذا، ما توظفوش في التاريخ هذا، اللي هو 106 ما عدا اللي هو الموظف اللي توظف في التاريخ هذا، تمام. هيك الاكبر او يساوي، طب اصغر او يساوي معناها تضمن هذا التاريخ داخل الاصغر، اكبر او يساوي يتضمن هذا لانه اليساوي موجود. هنا اقل او يساوي 3000 حجيب لك كل الموظفين اللي مرتباتهم اقل من 3000. في عندي شروط مقارنه بين قيمتين بتقول له بتوين، لو انت بدك السالري اللي راتبهم بين 1000 و2000 هنا انست ضمن قائمه، لو بدك حنجيب عليها امثله، ولايك لمطابقه نص، واذنل مطابقه قيمه فارغه، نجيب عليهم مثال لكل واحد. هات كل الموظفين وين؟ نروح نجيب السالري عشان احنا نشوف بس القيمه، انت مش شرط انك تكتب السالري فوق، وير السالري؟ بتوين، طلع بتوين 1000 اند و 2000، ممكن 10000 و 20000. وعملنا ران نشوف كم واحد رجع لنا، 18 واحد بقوا بدو راتبهم بين 10000 دولار و 20000 دولار. طيب هذه النقطة مهمة جدا، طبعا أنت ممكن تكتبها بطريقة ثانية، لكن احنا هذه الطريقة بتسهل علينا. نجيب مثال على انست. انست هذه نوقفها هيك ونقول له أنا وير. شيل الانسيرت. قول له وير سالري او وير ديبارتمنت ان 90 و50. ايش معنى هذه؟ معناها انه هات لي كل الموظفين اللي بيشتغلوا في الدائره 90 او 50. طبعا هذا نروح نوقف نحط لها كمان ماينس جنبها، حطينا زائد. كل الديبارتمنت غلط، تبغى الديبارتمنت اي دي،
رقم الموظف الدائره تبعه بين 90. طلع هنا هذول كل الناس اللي بيشتغلوا في الدائره 50، شايف 50 طلع، وعندي ايه بالاول طلع 90 فقط. هذه ان لو احنا رحنا جبنا لايك، لايك معناها مطابقة لنص معين، نجيب مثال عليها لللايك، نقول وير مين عندنا نص الفيرست نيم، وير الفيرست او اللاست نيم، لاست نيم لايك اي ان جي، ما فيش ولا واحد اي ان جي. لو حطينا له كينج ما فيش، لكن لازم تبقى ايه كابيتال لتر. طيب اللايك في لها قصة، لو احنا حطينا في المية، تشوف اشارة في المية هذه معناها ايه؟ هيك معناها انه ان هات لي كل الاسماء عائلاتهم ينتهي، لو انا بدي اشيل الكلام هذا ينتهي بحرف الجي، هنا طلع نفس الشيء بينتهي بحرف الجي، كلهم اسم العيلة بنتي بحرف ايش؟ الجي. طب لو حطينا هيك في المية في الأول، حطينا جي أو كي في الأول وحطينا في المية وراه، ايش معناها هذه؟ معناها انه بيبدأ بحرف الكي بغض النظر ايش وراه. لو شغلناها كده طلع كيف؟ 1 2 3 4 5 6، قمار برضو بيبدأ بحرف الكي. طيب لو حطيت في المية وفي المية حطيت حرف الـ ان، معناها يتضمن ان، يعني هنا يتضمن اللي هو الحرفين هذول ورا بعض، طلع هي هاي هاي ان وهاي ان وهاي ان، هذول كلهم هاي ان بالشكل هذا. فاحنا بدنا نعرف كيف نتعامل مع هذه بالشكل اللي انت شايفه اللي هو بالنسبة لللايك. طبعا از نال هذه بنتعامل مع مين؟ مع القيم الفارغة. كيف نتعامل مع القيم الفارغة؟ مين يقول لي مثال أخذنا على القيم الفارغة؟ اللي هو الكوميشن. طلعوا كوميشن. إحنا أنا بجيب لكم مثال تاني، في عندي حاجة اسمها مانجر، اللي هو رقم المدير بتاعه. ID. لو إحنا رحنا عملنا ران، هذا ملوش مانجر ID. طب هات لي كل الناس اللي ما لهمش مانجر، فبقول له سيلكت اللي هو اسمه والبيانات اللي انت عاوزها منه، الحقول اللي انت عاوزها فروم اسم الجدول في وير، وير ايش؟ المانجر اي دي. هنا لو بنقول شو يساوي نل، لانه النل لا تساوي لا تتساوي لا تتقارن، فيش مقارنه، فعندنا ايش؟ از نل، قيمه نل لا تساوي ولا اكبر ولا اصغر ولا لها اي دعوه بالكلام اللي هو المنطق الرياضي. از نل طلع لي ايش؟ هذا الزلم. طب ايش معنى الكلمه هذه؟ معناها هات لي ايش يعني ملوش مانجر اي دي؟ يعني هو عباره عن المدير العام للشركه، يعني المدير اللي ملوش مدير، تمام. طب از نال بالشكل هذا احنا جبنا الناس اللي الهاش مدير، تمام. نجيب مثال ثاني، وير كوميشن برسنتج، لو انت هو لحاله بيكملها از نال. ايش معنى هذه؟ معناها هات لكل الناس اللي ما بياخدوش علاوه عندك، ما بياخدوش علاوه عندنا، هيك ما بياخدوش علاوه عندنا. وير كوميشن از نال، هذا ما بياخدش علاوه، تمام. هذا بس الكوميشن، لو احنا جبنا الكوميشن هيك عرضناها عشان نعرف كوميشن برسنتج ونشوف كيف بنشوف هذا له نال. شايف كل هذول الناس ما بياخدوش علاوه، ما بياخدوش علاوه، لكن لو حطينا يساوي نال ما بينفع. دير بالك من النقطه هذه، طلع ما لا تقارن، ما فيش، هذه لازم ايش تحط از نال بالشكل هذا، تمام. طبعا هذه الامثله يعني بتوضح لك الكلام هذا. طبعا هذا ايش معناها؟ انه الحرف اللي هو الاول بغض النظر لازم ينتهي، الحرف الثاني يكون في قلبه او بغض النظر ايش موجود. طبعا هذا اندرسكور معناها عدد الحروف اللي قبل، اذا هنا ايه الحرف الثاني او في اللايك، هنا الحرف الثاني او بغض النظر ايش وراء، تمام.
وهي is null معناها انه هذا ايه قيم لا تحتوي على اي قيمة خالية. في logical condition شروط منطقية اللي هي الـ and والـ or والـ not. and يعني و والـ or معناها او ونط معناها ايش ليس. نشوف هذه الجملة ايش معناها. بقول لك قبل ما انت يعني تطبق الجملة يجب ان يكون طرفي الشرط ترو، يعني اللي هنا ترو يعني الناتج تبعهم صحيح، وهنا ترو برجع لك ترو. زي ما اخذته في التصميم منطق حاسوب انه عندي في الان لازم المدخلين يكونوا ترو، في الاور اي واحد يكون ترو بطلع لك اياه، واحنا قلنا في الوير لازم الشرط يتحقق، اذا اي شرط رجع ترو بيرجع لك بيانات. طب ايش معنى هذه؟ هات لي بيانات الموظفين اللي الراتب تبعهم اكبر او يساوي 10,000 و الوظيفه تبعتهم تحتوي كلمه مان، يعني هو ايه مان من جاي من مانجر ان هم مدراء. هنا نطلع لك اثنين تمام. هنا ايش معناها؟ اور انه يا راتبه اكبر من 10,000 او بيشتغل مانجر، حيرجع الجاتين، حيرجع اللي لو لقى واحد راتبه اكثر من 10,000 حيرجع لك اياه، وكل المانجر حيرجع لك اياه لانه حتبقى هذه ترو وهذه ترو في مرحله معينه. هنا بقول لك وير الجوب اي دي نوت ان، ايش يعني نوت ان؟ يعني كلهم هات لي كل الموظفين اللي عندك بشرط انه ما يكونش يشتغل. اذا في عندي ان ونوت ولايك ونوت، نشوف هذول انه طلع كيف العمليات الحسابيه في الاولويه بيبدا عليهم بعش الاقواس بعش المقارنه بعش از نوت نل ولايك ونوت ان ونوت بتوين، طلع بينفل بتوين ونوت ايكوال ونوت لوجيكال كونديشن نوت والاند والاور. نشوف كيف هذه عاديه، انت ممكن تحط اكثر يعني اور واند، يعني هذا معناها انه هات لي كل الموظفين اللي بيشتغلوا الجوب اي دي تبعتهم سيلز ريبوزيتوري او يكونوا ادمنستريتور بريزيدنت، يعني هو اللي هو رئيس اداره، اند السالري اكبر من اللي هو 1,500. يعني هذول الاور اللي بيطلع منهم بيقارنوا الاند معاها، وين بيطلع ترو؟ وترو مع الاند بيرجع لك اياه، لازم يكون الراتب تبعه اكبر من 15,000، لازم تكون ترو هذه دائما عشان يرجع لك البيان هذا بترو. هذه بغض النظر هذه ترو او هذه ترو، لازم تكون واحده راجعه من ترو بيرجع عندي ترو. ونفس الشكل هنا، نفس القصه برضه هنا، وممكن تحطهم بين اقواس. في كلمه استخدام جمله اوردر باي، الاوردر باي يعني الترتيب، الترتيب نوعين يا اما تصاعدي او تنازلي. تصاعدي او تنازلي بترتب يا اما بقيمه رقم او بترتب بنص او بترتب بتاريخ، وهذا بتنكتب في اخر الجمله بعد الوير او بعد الفروم تمام. طبعا في عندي هنا اللي هو ascending اختصار لايش؟ لتصاعدي، وdescending اختصار لتنازلي تمام. هنعمل عليهم الكلام هذا امثله. نيجي هنا لو احنا رحنا select first name واللاست نيم والسالري from employees، هيك بجيب كل البيانات. لكن لو انا قلت له لو بدك شرط معين بنحطه، قلت له اوردر باي، اوردر باي فيرست نيم، هو افتراضيا بروح برتب يا اخوان تصاعدي تمام. يعني هنا تصاعد، نجرب الكلام هذا. طبعا انا علمت برا وعملت رن عشان هيك طلع الايرور، لكن انا بدي اطلع برا هنا واخذها كلها كستيتمنت ايه واحده او اعلم عليها واعملها ايه رن. قول تيبل اور فيو داز نوت اكزيست، ايش يعني؟ بقول لي الجدول هذا مش موجود، فانا كاتبه غلط، فهي كلمه امبلويز ما تعرفش عليها بالشكل هذا. طلع ادم رتبهم تصاعدي لحاله، فانت لو عاوز تتاكد حط له ايش؟ اسندنج بالشكل هذا، هو برتبهم بشكل تصاعدي وبتاكد عليه. لو انت بدك اياهم ديسندنج صار عندي من الدبليو لحديت الاي بالعكس. طبعا هنا بتختار اللي هو العمود اللي انت عاوز تعمل فيه. لو احنا بدنا بالسالري هيك بجيب لك اللي هو اعلى سالري فاقل سالري، هي اعلى سالري فاقل تمام. بدك تعكسها بتعكسها مره ثانيه، بتحط له ايش؟ اسندنج بجيبها.
طيب لو انا اخترت حقلين بالشكل هذا اوردر باي فيرست نيم بعيش السالري، بروح ببدأ بهذا بعيش بهذا، يعني كيف ببدأ بالاي؟ شوف كيف هذا لمنا عليها، طلع ادم ببدأ، طلع كل اللي في حرف الاي اللي رتبهم بتلاقيهم مخدين رواتب من الاعلى من الاصغر للاعلى، تمام. هنا هاي ايه السالري ديسندنج مثلا بدي اياها. هاي ديسندنج 8200 3000 12000، فهو رتب بهذا مش برتب بهذا بالنسبة لمين؟ للحروف اللي انا موجودة عندي. طبعا ممكن احنا ناخذ نرتب بالديت، نشوف كيف بدنا نستفيد من الديت. هاي الهاير ديت اخترناه بالشكل هذا، قلنا له اوردر باي هاير ديت تاريخ التعيين ديسندنج. ايش يعني ديسندنج؟ من احدث تعيين، هاي احدث واحد اللي طلع عندي هو عنده 2008 للاقل. ascending معناها من الاقدم للاحدث، يعني صار عندي في واحد موظف في 13/1/2001. طبعا هذا ممكن احنا نستفيد منه قدام، نعرف اسم الموظف اللي تعين في الاول واخر موظف تعين بتاريخ معين بالشكل هذا، اللي هو عمليه اللي هو الاسترجاع البيانات. هيك احنا بنكون تعرفنا كيف نجيب بشرط. طبعا انت ممكن تكتب شرط وير مثلا لاست وير السالري اقل، طبعا انا مش يعني من 25000 او من 24 من 20000، تمام. اوردر باي هاير ديت، ما فيش واحد اقل من 20000. نشوف كم واحد رجع عندي 106، اذا في واحد اعلى من 20000 وبالهاير ديت تبعهم. لو انت حطيت شلت الشرط هذا وعملت ران حيطلع عندك 107 اللي هم اضافه للموظف اللي بيقبض 24000 اللي هو ستيفن كينج. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.